حقيقة تسنى لي حضور 6 أفلام من أصل 16 فيلما. ال6 أفلام هذه كانت تبدأ بفيلم ياسمينة، وفيلم ريح الأوراس، وفيلم رشيدة، وفيلم نهلة، وفيلم عطلة المفتش طاهر، وفيلم لندن ريفر. هذه الأفلام كانت متنوعة، يعني كان فيلم ياسمينة يتحدث عن الثورة، ولكن كان فيلم صامت، لا يحتوي أو لا يضم على حوار، إنما على لسان ياسمينة باللغة الإنجليزية، وكان فيلم قصير. وكانت هناك إشكالية، هل هذا الفيلم فيلم وثائقي أم فيلم روائي؟ لأن هذا الفيلم يحتوي على كثير من المشاهد الحية في الثورة الجزائرية، مثل القصف الطيران والتعذيب وكذا. الفيلم الآخر هو فيلم روائي بحت، اللي هو فيلم ريح الأوراس، وكان من أقوى الأفلام الموجودة، وهو فيلم الثورة. والفيلم الآخر اللي هو عطلة المفتش طاهر، وهو كان فيلم كوميدي، وهذه طبعا يعني استشفينا بأن كوميديا الجزائرية من خلال فيلم عطلة المفتش طاهر كانت سابقة عصرها أو سابقة زمانها، لأن كانت كوميديا موقف جميلة جدا. الفيلم الآخر طبعا فيلم رشيدة، وكان يتكلم على العشرية الحمراء أو السوداء، والحمد لله يعني تخلصنا من عندها. والفيلم الآخر هو فيلم نهلة، وكان فيلم نهلة أرادت السينما الجزائرية في نظري أنا أن تضع لها موضع قدم خارج الجزائر، وفعلا نجحت من خلال فيلم نهلة. تقريبا إذا كان المخرج فاروق بلوفا اللي أخرج الفيلم هذا، وفعلا نجحت في فيلم اللي هو كان على حصار بيروت، ونجحت بالصحفي الجزائري الذي يحضر هذه الأزمة. والفيلم لندن ريفر كان يتحدث عن الإرهاب، وأن الإرهاب ليس صناعة إسلامية أو صناعة عربية، وإنما هو طبعا صناعة دولية، وكان مسيس أو مجير. وفعلا أيضا الفيلم هذا نجح بكل المقاييس. هذه الفكرة عندما حضرت هذه 6 أفلام ونوعت فيها، جاءتني فكرة تأليف الكتاب، فقرأت فوجدت أن من كتب عن السينما الجزائرية كتب مقالات أدبية أو مقالات علمية ضمنها ثنايا النصوص في مجلات علمية ومجلات أدبية، ولكن لا يوجد هناك كتاب مختص في السينما الجزائرية يؤرخ للسينما الجزائرية، أو كتاب ممنهج للسينما الجزائرية. فلربما كان كتابي الرمز والرمزية في السينما الجزائرية لغة المشهد، لربما كان هو الأول الذي يؤرخ نوعا ما للسينما الجزائرية، خاصة في المقدمة والتوطئة تكلمنا عن مراحل السينما الجزائرية، عالجنا عدة إشكاليات. أولا إشكالية مثل ما تفضلتي في البداية، إشكالية هل السينما الجزائرية هي سينما ولدت مع الثورة الجزائرية، أم هي سبقتها في عهد فرنسا المستعمر. طبعا هناك قراءة حس عربي وطني وإسلامي، أن الثورة الجزائرية ليست كثائر الثورات. الثورة الجزائرية بنظرنا احنا هي ثورة معجزة، هي ثورة حارب فيها الجزائري والجزائرية والطفل والشاب والجنين، حتى الجنين في بطن أمه احنا يعني افترضنا أنه حارب، يعني من خلال نضال أو كفاح والدته التي تحمله. السينما الجزائرية بنظري أنا هي ولدت مع الثورة. أنا مع الرأي الذي يرى بأن السينما الجزائرية ولدت مع الثورة الجزائرية بالأفلام الثورية الجزائرية. أما من يرى بأن السينما الجزائرية ولدت أو نشأت مع الاستعمار، فهي هذه سينما استعمارية، حتى خلصنا منها سينما استعمارية. وجدنا كوميديا سابقة لعصرها، سابقة لأوانها، من خلال عطلة المفتش طاهر، كوميديا الموقف يعني. ولكن لربما ما كان هناك إعلام لإبراز الكوميديا الجزائرية. الكوميديا الجزائرية حتى الآن في العصر هذا، يمكن تقريبا مجموعة فاميلي، فأيضا الكوميديا الجزائرية متقدمة جدا.
يعني المخرجين، المخرج الجزائري عصري متفتح جدا وعنده تقنيات كبيرة جدا، يعني يواكب كل ما يتعلق بالسينما العالمية. من البداية احنا عندما كنا طبعا يعني طلاب مدرسة، كانت هناك ننتقي أو نختار بعض الشخصيات العربية من العالم العربي لكي تضمن مناهجنا التربوية ندرسها، مثل عبد الرحمن الكواكبي، مثل الأمير عبد القادر الجزائري. فأنا منذ الصغر أولا الثورة الجزائرية كانت تعطينا هذاك الفخر والاعتزاز بالنفس، وصدقيني إلى يومنا هذا لو دخلنا في أي محل ووجد جزائري وقال أنا جزائري، المحل كله يعني يضفى عليه نوع من الوقار ونوع من يعني الخشوع، لأن ارتبط بالثورة الجزائرية. بوابة السينما الجزائرية كانت بوابة ثورات قادة مثل الأمير عبد القادر الجزائري، كانت هناك يعني بوابة، فمن خلالها تعلقنا، كان عندنا شغف كبير جدا في أن نطلع على السينما الجزائرية، ويعني بالأخص أفلام الثورة، أنا جزائري، الجبل، كذا، فكلها الروايات الجزائرية كلها كانت يعني محط اهتمام بالنسبة لنا يعني كمحبين للأدب وللثقافة.